وهذه المبادرة قائمة بها جمعية الشباب والعمل التنمية بالداخل، اللي هو فطور يومي طيلة شهر رمضان بالتمويل من طرف مجموعة السيسي جزاهم الله خير على هذا العمل. ونبغوا اللي هذه يشمل جميع أحياء مدينة الداخلة وباش تستفاد منه جميع شرائح الداخل. الفطور عبارة عن الحريرة والشباكية والعصير والحليب والتمر والماء بطبيعة الحال. وتوف وكعادة عواف إطار أنشطتها الاجتماعية التي تسهر عليها المجموعة، تنظم إفطارا جماعيا بشراكة مع جمعية العمل والشباب للتنمية بهذه المنطقة، لتنظيم هذا الإفطار الجماعي الذي يضم جميع الفئات كالأفارقة والأجانب الذين يأتون هنا من أجل الإفطار في جو عائلي يعمه التضامن والتآخي والتآزر. هذه الليلة ثانية مدي اللي هي فطروا فيها الناس، جزاه الله بخير وكثر خيرنا وخيره. هذه الحمد لله جاءت كاملة، حالتها كاملة وتمويلها وشغلتها لا خاص منها شيء خلق الله. جزاه الله بالخير والإحسان وكثر خيرنا وخيره وإحسان لنا وإليه. والتركيل معهم مدي جزاهم الله بخير. الناس الكجوج والأفارقة ما شاء الله كثرة ياسرين قاع كل ليلة فتبارك الله. وشو اللي معهم اصحاب المدينه والتراكي والخلق وهالفريقوات وهالشارع، هاي التراكي كامل الحقيقه. هم بعد الاقل قاموا مقسمهم مدلي مين ما ادري، ذاك اللي بقى كل نهار 100 قفه اللي مقسمهم عيات 70 وعيات 80 يوميا. هاي هذا كامل الخلق يشهد بها عارف عنها، يوميا توسم لهم 70 قفه و80 وتمشي ل 100. وشو فيه؟ الفطور فيه الحمد لله الحريره، وفيه البلبوله، وفيه اللبن، وفيه البيض، وفيه المرثور معش، وفي الشباكية، وفي شكلتين ثانيات من الحلويات، وفي الكرواسة، وفي الماء، وفي التمر، وفي الحمد لله البيض، وفي هذا هو ما الأشكال، وفي العصير، وفي الفرماج ما خارج شيء تبارك الله ما فيه. تفطر به الناس في ديارها، فطرهم وبي في الخيبة، فطرين بي في بليدة ثانية مولي ليه لا خاص خير الحمد لله لله الحمد. أنا بعد عادلي معهم ساعة هلا رمضان وأنا هون معهم. كنظموا هاد البديله الطيبه اللي فريمون قاس بزاف ديال المواطنين هنا في الداخله في مدينه الداخله. في اطار انشطتها الاجتماعيه نظمت مجموعه شركه سنسيسي كعادتها هذا العام افطار جماعي بالنسبه للمواطنين، وعاوتاني نظمت بشراكه مع جمعيه الشباب والعمل للتنميه. وحنا في هذا الاطار جد سعداء بالمشاركه ديالنا في هذا ليزيفينمون اللي هما كيتعتبروا ان اوبجيكتيف بالنسبه للانتربريز ديالنا، بما انها اون انتربريز سيتويان من الدرجه الاولى في مدينه الداخله.